يلا بشوفك. لوين؟ معقول ما تفوتوا شوي؟ غير مرة منجي لعندكم. انت هلا تعبانة، فوت ارتاح. شو هالحكي؟ ما بصير ما تفوتوا، تفضلوا ارتاحوا لكم شوي لاحقين على الروحة. انا اسفة مضطرة اروح عندي شغل، انت خليك. يلا عن اذنكم. مع السلامة. مع السلامة. تعا يلا. أهلين يا عمري. ما بدك تسلمي على أحمد؟ أهلا وسهلا. أهلين. أهلا فيك. تفضلوا. يي شبه رجلي. هلأ منحكي جوا. تفضل. ممسد قال لي سمعته. لك شو صاير؟ بلشت الحرب يعني؟ ولا ليش لا يفجروا قنبلة جنبكم؟ ها؟ الله سترك يا حبيبة ستك. سلامتك يا روحي. الحمد لله على سلامتك يا ابني وسلامة رفقاتكم. شكرا خالي صفا. وصلت الطيارة تاتي. الطيارة بتنزل بالمطار. يا أمي يا أمي لك ساعدوني. يا أمي ماني خايفة إلا تقع على راسي هالطيارة الحلوة تبعه. يا ويلي شو بتخوف هالطيارة؟ ليش خايفة تيتا؟ وشايفة الطيارة بإيدي؟ ايه؟ في أشطر طيار هون. يسلم لي أحلى طيار يا حبيبي الفهيم. ما بدك تسلم على ضيفنا حبيبي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك يا حلو. بعرف مين بتكون. انت في اختي نيفين صح؟ ايه مزبوط. انا زميلة بالجامعة. مرحبا قبطان. رح صب لك كاسة تانية. يسلم ولا تعز بحالك. انا سهلة. لا ما بيصير، تشرب كاستك وبتروح. هلا بصبن وبشي. الله مين بده يجينا؟ عادي انتي انا بفتح. ليكني قمت. موقع باني. جاي. ايه جاي. طولوا بالكم حرقتوا الجرس. شو بكم؟ حالي؟ مرحبا امي. خير لتكون جاي تساوي لنا مشاكل. ما كفاك المشاكل اللي عملتها؟ ما بيصير يجي عبيتي؟ مين اجا ستي؟ هذا ابوكي. بابا اجا. في مرة حكى لي بابا عن آلة اسمها البيرموميتر. طبعا هاي الآلة شغلتها تقيس سرعة الرياح، وكان البحارة من زمان يستعملوها لحتى يعرفوا إذا كان في عاصفة من قبل ما تبلش. فإذا نزل مقياس الآلة فمعناتها العاصفة على وشك إنه تبلش. والبيرموميتر تبعي كان إحساسي بالخوف جواتي ودقات قلبي سريعة من التوتر.
لهيك كنت حس بجو البيت إذا بلش يخيم عليه التوتر والخوف إنه العاصفة قربت. كيف صرتي؟ عم توجعك؟ انت شو عرفك بالموضوع؟ يلا عود ابني. أنت الشاب اللي حابب يورط بنتي بالمشاكل؟ بابا مين سمح لك تفوت على بيتي؟ أنا مين أنت؟ بابا حضرتك ناوي تضل وراها لحتى توقع بالمشاكل؟ ها؟ ولا لتسمم أفكارها بحزبكن؟ ولا هدفك تعمل منا عدوة لهالبلد؟ إلزام حدودك وإلا ها؟ طولوا بالكم وإلا شو؟ عم تهددني؟ وبنص بيتي كمان؟ بدك تحرق البيت ولا بدك تحط مسدس في راسي؟ شو بدك تساوي؟ لك شو من الزعران اللي مثلك؟ لك كلك ماني شايفك ولازم تعرفني بالأول؟ طلع من بيتي اسكت شوي لو سمحت خلصنا مشان الله خلص اسكتوا لهون يلا اهدى ما بتشرف اهدى يا ابني طلع من هون رح تندم على كل شيء عم تقوله أحمد أنا آسفة كثير أحمد استنى شوي أنا آسفة كثير لجهنم ينلع خلص مشان الله فوت لجوا العمى شو هالعالم هي استنى بس شوي بدي أقول لك شغلة أحمد موقع بان استنى بس اسمعني شوي أحمد لو سمحت وقف شوي لو سمحت أحمد أنا آسفة كثير مو ذنبك انت ما بعرف شو بدي اقول لك ولا يهمك حصل خير احمد شوفك كرمال ستك روحي انت عم اسالك وينه فوق بالاوضه قاعد استني ديري بالك بنتي تعا تعا انت خلينا نطلع نقعد برا افتح الباب واطلع حاكيني احسن لك شو ما عم تسمعني افتح الباب احسن لك اشتقتك مرة تجي وما تعمل مشاكل وتشرشحنا بين العالم شو بدك منا لسه شو بدك لك شو بدك كل شي عم بيصير بسببك انت هي اكلاته وهي هي شوكته طلع فيني يا روحي لكمل لك طلع فيني شو يا روحي مليت شو في فوق تأتي ولا شي يا روحي ولا شي تعا خلينا نكملها واجا هذا كمشو وهذا راح طبخه بدل ما تساعدنا بتهد حياتنا ما كفاك اللي صار بيمي كله من تحت راسك جاي تكمل علينا لك افتح بسطت هلا هاي خلصت من امي وعايش على كيفك شو بدك لسه اكثر من هيك ماني كفي انك ما بتحبنا جاي تقلع الناس اللي وقفوا معنا لك خلصنا قرفتنا من حياتنا خلصنا 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 خلصنا